فيلم كمبوديا هو فيلم كوميدي اللي مصور بين مدينة الخميسات والمملكة الكمبودية، ومليء بمواقف مضحكة جدا. زعما كنطلب من الجمهور يجي يشوفوا، غادي يخرج مستفز منه، ماشي غير فيلم كوميدي فقط وانما تعليمي. جبنا واحد لا كولتور اسيويه اللي ما عمر بزاف ديال المغاربه سمعوا بها، مثل مثلا الناس تما كياكلوا الحشرات، سرق الزيت، الطبات. الوغ قلت علاش ما نهزش هاد لا كولتور وندخلها في شي فيلم مغربي ونطور شويه السينما المغربيه. القصة هو قصة كتعالج واحد الظاهرة إنسانية اللي هي بيع الأعضاء، غير حنا كنعالجوها بطريقة كوميدية. واحد الجوج ديال واحد خاصو يبيع كلوى للآخر، لهذا اضطروا يمشيو لآسيا لأن العملية كدار في ظرف سيمانة تما، لكن فاش وصلوا لآسيا تشوكاو بديك لا كولتور اللي تما. ألو المواقف اللي ولاو كيطاليو ما بقاوش الناس كيفكروا، ما بقاوش هاد لي كاركتر كيفكروا غير في الكلوى، ولاو كيفكروا كيفاش يرجعوا للمغرب. هذا هو الطلب الوحيد اللي كنديرهم تما. عايش في الخميسات عنده واحد المشكل مع واحد العصابه خصو فلوس، كيمشي للكومبوج كيبيع كلوى ديالو باش يخلص دوك العصابه. وقع لي تسمم بسيط، مي الحمد لله جي بي مون سورتيغ، ولكن وقعوا لي بزاف المواقف في الفيلم يعني غتكتشفوهم في الفيلم.